نحييكم سيداتي وسادتي من ساحة مشوار القصر الملكي بتطوان، لننقل لكم مباشرة مراسيم حفل الولاء التي تتوج الاحتفالات الشعبية والرسمية المخلدة للذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. فذكرى عيد العرش المجيد مناسبة غالية يحتفل بها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى الجويرة بكل مظاهر الفرحة والاحتفال والتعبير الصادق عن الولاء والوفاء والإخلاص والتعلق الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد. وهي مناسبة يجدد من خلالها المغاربة قاطبة داخلية وولاة وعمال أقاليم المملكة. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم قال لكم سيدي، الله يشحن سيدي، الله يشحن قال لكم سيدي، الله يشحن سيدي، الله يرضى عليكم قال لكم سيدي، الله يشحن سيدي، وزير الداخلية وولاة وعمال أقاليم المملكة يقدمون الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله. عهد دائم متجدد للمضي قدما وراء جلالة الملك نصره الله. زيارة الملك الله يبارك عمر سيدي، زيارة الداخلة وادي الذهب الله يبارك عمر سيدي، زي جهات العيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي، زيارة قلميم واد نون الله يبارك عمر سيدي، الله يعنكم قال لكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يصلحكم قال لكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يرضى عليكم قال لكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، ولاة وعمال وقياد لا يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي، تلقاو الخير قال لكم سيدي، جهات الداخلة وادي الذهب وتضم وادي الذهب أوسرت جهات العيون الساقية الحمراء وتضم عملات وأقاليم العيون بوجدور طرفاية سمارة وجهة قلميم واد نون وتضم قلميم أس الزاق طان طان وسيدي إفني. عمر سيدي جهاد الشرق الله يبارك عمر سيدي جهاد فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي جهاد الشرق الله يبارك عمر سيدي جهاد فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي الله يعاونكم قال لكم سيدي الله يرحم سيدي الله يصحكم قال لكم سيدي الله يرحم سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي الله يرحم سيدي وعمال وقياد نصحكم ومرد عليكم قال لكم سيدي الله يرحم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي نعم سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون وزان. جهة الشرق وتضم وجدة أنقاد الناظور دريوش جرادة بركان تاورير تقرسي فيقي. جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تاونات وتازا. حفل الولاء حفل بهيج غني بكل رموزه وطقوسه. جات من ملا الله يبارك عمر سيدي جات بيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي جهات الرباط سلال خنيفرة الله يبارك عمر سيدي جهات بني ملال خنيفرة الله يبارك عمر سيدي جهات طار بيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي الله يعنكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي الله يصحكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي ولاة وعمال وقياد يصحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي الله
الفرقه لكم سيدي. مرحبا سيدي. جهة الرباط سالة القنيطرة وتضم الرباط سالة صخيرة تمارة القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة وتضم بني ملال الزلال فقي بن صالح خنيفرة وخريبكة. جهة الدار البيضاء اسطات وتضم الدار البيضاء أنفا الفدا مر السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشق سيدي البرنوصي بن مسيك مولاي رشيد المحمدية مديونة نواصر بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور. زياد مراكوش سفير الله يبارك عمر سيدي. زياد درعا سفير الله يبارك عمر سيدي. زياد شوس ماسه الله يبارك عمر سيدي. الله يعنكم قال لكم سيدي. جهة مراكش أسفي وتضم مراكش الشيشة والحوز قلعة سرغنة رحامنة صويرة أسفي اليوسفية. جهة درعة تافيلات وتضم الرشيدية ورزازات ميدل تنغير وزاقورة. جهة سوس مسا وتضم أكادير الدوتنان إنزقان أيت ملول شتوكة أيت باها تارودان تزنيت وطاطا. وتطلق المدفعية 21 طلقة بهذه المناسبة المجيدة التي يخلدها الشعب المغربي قاطبة بكل مشاعر الحب والوفاء والولاء الدائم والتعلق المستمر بأهداب العرش العلوي المجيد والعهد الدائم المتجدد على السير قدما وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها لبناء صروح هذا الوطن وتحقيق نهضته الشاملة. هي مناسبة مجيدة يجدد من خلالها الشعب المغربي قاطبة الطاعة والولاء لأمير المؤمنين بما يقتضيه العهد من الإخلاص والوفاء لقائد هذه الأمة ورمز وحدتها واستمراريتها أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين. الحمد لله على ما منه الله علينا دون سائر الناس من إمارة المؤمنين الحامية للملة والدين القائمة بتفان وإخلاص ووفاء على حفظ الأمن والاستقرار الذي هو قوام الحياة الطيبة وظلها الوارف على العباد. حمدا لله على نعمة الولاية الشرعية في ظل الدولة العلوية الشريفة. تاريخ مجيد عريق يمتد لقرون عديدة وحاضر مشرق زاهر وهو مفخرة لكل الأجيال ومستقبل مليء بالآمال والتطلعات في ظل قيادة رشيدة حكيمة متبصرة متجاوبة متفاعلة مع نبض كل مغربي ومغربية. تحل الذكرى 25 لتربع جلالة الملك حفظه الله على عرش أسلافه الغر الميامين وكلنا فخر واعتزاز بما تحقق من منجزات عظمى وإصلاحات كبرى في مسيرة البناء والتشييد التي يقودها جلالة الملك حفظه الله على درب النماء والتقدم والازدهار. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء بحول الله.